صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في قوله تعالى إنه لقرآن كريم دليل على القول بأن النجوم المراد بها القرآن، وذلك في الضمير العائد على القسم؟ نعم، لو ما فيه احتمال لما ذكره المفسر، فيه احتمال أن المراد بالنجوم نجوم القرآن. نعم، يقول فيها الاحتمالان، أن المراد بالنجوم الكواكب، وفيه احتمال أن المراد بالنجوم نجوم القرآن وأجزاء القرآن التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بأن معنى النجوم القرآن، فما معنى بمواقع؟ يعني مواقع نزوله، لأنه فرق، لأنه يعني فرق، وكل نجم له موقع في وقت نزوله ومكان نزوله، وقت نزوله ومكان نزوله، لأنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وينزل في المدينة، وينزل في الأسفار، ينزل في كل مكان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحضر والسفر، في المدينة ومكة، في المغازي. نعم.